هو ليه ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب دعائي؟ وما تحورش عليا يا امير بقى وتقول لي اعمل وسوي وبتاع. هو ربنا لا يستجيب دعائي وانا بقالي شهور وسنين عمال ادعي وربنا لا يتقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. في ظني اكتر شيء بيجعل دعائنا غير مستجاب هو ان احنا بنظن اننا نستحق ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعائنا. نستحق دي جايه بقى من عباده احنا قائمين عليها، من ذنب تركناه، من فعل خير احنا بنعمله، ولكن نرى اننا نستحق. ودي المصيبه. ربنا سبحانه وتعالى ورانا مشهد من يوم القيامه. راجل ربنا سبحانه وتعالى هيقول انه يدخل الجنه برحمته عز وجل. فراجل يقول له لا يا رب ده بعملي، انا راجل صالح وممتاز وبعمل خيرات وحاجات وبتاع، فانا استحق دخول الجنه. فربنا يضع نعمه واحده بس أنعمها عليه، وهي نعمة البصر في كفة، وفي الكفة الثانية أعماله كلها. فنعمة البصر تزن كل الأعمال دي وتطيرها. فيفهم الراجل ونفهم إحنا من المشهد ده إنه ربنا سبحانه وتعالى برحمته عز وجل ننال الدرجات والجنة والاستجابة وكل الحاجات دي. إحنا لا نستحق. أي عمل أنت عملته، استغفار، صلاة، صيام، قيام، كل ده ما هو إلا توفيق من الله. انت ما قلتش الحمد لله عشان انت شاطر، لا ده انت قلت كده عشان ربنا اذن لك. انت ما قمتش صليت عشان انت الرجل التقي العظيم والمرأة اللي ما حصلتش، ولكن عشان ربنا سبحانه وتعالى وفقك. انت ما بتقولش استغفر الله 100 مرة او 1000 مرة الا عشان ربنا سبحانه وتعالى اذن لك واجراها على لسانك. ده حتى الدعاء اللي احنا بنتجرأ على ربنا ونقول هو ما بيستجبش لينا ليه، ده هو اللي وفقنا ليه، ده هو اللي اجراه على ألسنتنا. فسبحانه وتعالى لما نفهم ان احنا لا نستحق، دي الخطوه الاولى في استجابه الدعاء. من اسماء الله عز وجل الوهاب، يعني يعطي بغير استحقاق منك، انت ما تستحقش لكن ربنا سبحانه وتعالى يديك، فعشان كده يهب وهاب. القصه اللي ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا على سيدنا يونس وهو نبي، حاجه بقى عظمه ما حصلتش، دعا قومه الناس على عصيانه ومش هنتبع ربنا وابعد عننا وبتاع. فالراجل بغير إذن من الله خرج، هذا النبي عليه السلام خرج بغير إذن ربنا سبحانه وتعالى. وذنوني إذ ذهب مغاضبا غضبان، فظن أن لن نقدر عليه، مش هنلاقي عليه. فلا، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالتقام الحوت، وقع يعني قذفوه من السفينة ودخل في بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حد سمع هنا يا رب انقذني من بطن الحوت يا رب خرجني؟ لا مفيش، ما دعاش بشيء، ولكن اعترف بذنبه امام الله وبضعفه بين يدي الله، يعني انه صاحب جريره، صاحب خطا، صاحب مشكله، انا اللي غلطان يا رب. فلما قال كده عليه السلام، واحنا المفروض نقول كده احنا كمان، اني كنت من الظالمين، ربنا سبحانه وتعالى قال فاستجبنا له، مع انه مفيش دعاء، ونجيناه من الغم، ده طلع من بطن الحوت. وكذلك ننجي المؤمنين، يا مؤمنين افهموا الحدوته. فلما تيجي تدعي ربنا تدعي بغير استحقاق، تقف تقول له يا ربي انا لا استحق، ولكن كرمك يصل لواحد زي لا يستحق، وتظن في نفسك انك لا تستحق، انت بتظن ظن حقيقي انك ما تستاهلش، ربنا يستجيب لك ساعتها. جرب ولا عيب جربني، اسمع الكلام، لان ربنا سبحانه وتعالى علمنا ده، فاحنا لازم نتعلم. قصص القرآن ما هيش حواديت، ولكنها طريق، دستور نمشي عليه نصل بإذن الله. تمام؟ وإلى هنا أيها السيدات والسادة ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لايك وشير وسبسكرايب، ولو حابب تدعمنا على باتريون لينك الدعم في أول كومنت على الفيسبوك وفي الديسكريبشن على اليوتيوب. بحبكم في الله، أشوفكم بكرة بإذن الله. تابعوا هاشتاج الساعة 7 هتلاقوا عليه كل الفيديوهات. ربنا يرزقنا الدعاء المستجاب بغير استحقاق منا ولكن بكرم منه سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا. كان معكم أمير منير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.